السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا اجمل متابعين؟ هنتفرج مع بعض على سلسلة تكوين الزغلول او مراحل نمو الزغلول. طبعا ده يا جماعة البيضة زي ما انتم شايفين كده، وبتكون بالمنظر انتم شايفينه ده. ده اول اسبوع للبيضة، ده يا جماعة عمر من اربع لخمس ايام عمر الزغلول زي ما انتم شايفين كده. ده بتبدأ عمر السبع او الثمان ايام وداخل على التاسع، وطبعا ده مراحل تحجيل الحمام زي ما انتم شايفين. ده بيخش بقى على مرحلة ايه؟ ده مرحلة العشرة 11 يوم، وبكده الزغلول بيبدأ الريش بتاعه يكتمل. ده بيخش بعد كده على عمر الخمستاشر يوم، وده بيبدأ الزغلول يصاصي ويدور على الاهالي بتاعته زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. اهوت حاجة بسم الله ما شاء الله، والمنظر بيكون قدامكم كده. طبعا لو انت اول مرة تشوفنا ولو عندك اي سؤال اتفضل واعمل لنا سبسكرايب وتابعنا، واحنا ان شاء الله هنجاوبك على اي معلومة ناقصاك او اي معلومة مش جاية معاك سكة. وان شاء الله مع بعض هنقول او هنعمل مع بعض ان شاء الله شغل جامد، لان المرحلة الجاية بيبقى الصيف، وما ادراك ما الصيف وخطورة الصيف على الحمام، والحمام بيكون فيه خطورة جدا. ايه طبعا امراض الجدري وازاي مكافحة الجدري زي ما انتم شايفين. حلوياتنا بسم الله ما شاء الله، حلويات بسم الله ما شاء الله عليها، يعني زي ما انتم شايفين مراحل التكوين الزغليل. وطبعا زي ما قلت لكم ده بيكون عمر البيضة بسم الله ما شاء الله، وبنعرف هي فأسة ولا او فيها حصى او فيها بذرة من عمر خمس ايام لست ايام. وزي ما انت شايف كده الزغلول بيكون مرحلة الزغب الاصفر، وبعد كده بيبدأ يريش، وبعد كده بيبدأ الريش يكتمل، وبعد كده بيبدأ بقى ايه يصاصها على الاهالي حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني لو عندك سؤال اتفضل، ولو انت محتاج اي حاجة واقفة مع حضرتك قول لي وانا هجاوبك عليها ان شاء الله. زي ما انتم شايفين اهوت مراحل نمو الزغليل، وحاجة بسم الله ما شاء الله، صورة معبرة عن طبق حلويات العيد حاجة بسم الله ما شاء الله. وطبعا القناة بتاعتنا بتتكلم عن تربية الحمام بأسلوب حديث، والحمام يا جماعة طبعا نعيش كلنا بنعشق الحمام زي ما انتم شايفين كده. بص الحنية، بص الجمال، بص كده حاجة بسم الله ما شاء الله. تستعملوا على الأسرة كل ما هو جديد، ولو عندك سؤال اتفضل واحنا ان شاء الله هنجاوبك عليه. وطبعا الحمام غية جميلة جدا جدا، بتقربنا من بعض وبتعرفنا بناس جميلة زي حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.